لمعرفة المزيد حول الوضع في الرقة على كافة الصعد ميدانيا وعسكريا عبر سكايب معي مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية إنسانيا وعسكريا. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد مصطفى. إذا المعقل الأبرز لداعش بسوريا ساعدتموه بات تحت سيطرتكم، ماذا يمكن أن نعرف كمزيد من التفاصيل حول آخر التطورات؟ نعم، مرحبا بكم. بالفعل في الأيام الثلاثة الماضية التي أطلقت قواتنا معركة الشهيد عدنان أبو أمجد لإنهاء وجود داعش داخل المدينة، استطاعت قواتنا الاشتباك مع من تبقى من مرتزقة التنظيم الإرهابي في المشفى الوطني والملعب الأسود، نعم، حي النهضة، حي الأكراد، منطقة البريد وحي الدرعية، واستطاعت قواتنا السيطرة على هذه الأحياء بعد الاشتباك مع تنظيم إرهابي، قتل العديد منهم في تلك المواقع وخطوط الاشتباك، نقاط الاشتباك، بالإضافة إلى تسليم البعض منهم لأنفسهم. اليوم كان الملعب الأسود هي آخر المعاقل التي اقتحمتها قواتنا واستطاعت تحريره واستخلاصه من يد التنظيم الإرهابي. عمليا نستطيع القول أن مدينة الرقة بالأكمل هي تحت السيطرة الآن، انتهت العمليات العسكرية المباشرة والمعارك والمواجهات المباشرة، بانتظار الإعلان الرسمي لتحرير المدينة يجب أن تنتهي كل الفعاليات العسكرية، وبمعنى أن قواتنا الآن تمشط المدينة بحثا عن الجيوب والمخابئ المحتملة التي قد يستخدمها التنظيم الإرهابي للظهور فيما بعد كخلايا نائمة. تجاربنا مع التنظيم الإرهابي سابقا في بلدات صرين أو مدينة تل أبيض، مدينة منبش، تتحدث عن هكذا أساليب استخدمها التنظيم الإرهابي معنا. خرج في كل هذه المدن فيما بعد كخلايا نائمة، استهدف المدنيين بالمفخخات واشتبك مع مقاتلين اشتباكات مباشرة، كان هناك ضحايا. لذلك علينا أن لا نتسرع في إعلان التحرير. لذلك بالمستوى صحيح، الرسمي لهذا نسأل نحن دائما لم عن نعلن آخر التطورات. نعم نعم تفضل. إذن على المستوى الرسمي نحن لم نعلن مدينة الرقة محررة، ما زالت قواتنا تستكمل إجراءات وكل ما يلزمه التحرير من إجراءات وتقوم بفعالياتها العسكرية داخل المدينة. بالإضافة ولكن إلى آخر ذلك دفعة هناك من موضوع الألغام، موضوع الألغام، نعم صحيح، موضوع الألغام نقطة مهمة، نعم وآخر دفعة من المدنيين، يعني هذا سيعطيكم الراحة أكثر فيما يتعلق بالخلايا النائمة والخطوات اللاحقة بعد التحرير الكامل لمدينة الرقة عمليا كما قلت سيد مصطفى، آخر دفعة من المدنيين أنقذت. نعم اليوم آخر الدفعات المدنيين كانت في منطقة الملعب الأسود، تم إجلاءهم من داخل مدينة الرقة. الآن وحداتنا المختصة تقوم على فك الألغام، فتح الشوارع الرئيسية، إتاحة المجال لعمليات الدخول والخروج بأريحية داخل المدينة على الأقل على مستوى الشوارع الرئيسية. طبعا الرقة هي الآن مدينة شبه مدمرة، خاصة الوسط، وسط المدينة، بالتالي نحن الآن أمام شتاء قاسي بانتظارنا وبانتظار أهالي مدينة الرقة. نحاول قدر الإمكان تهيئة البنية التحتية الأساسية لإتاحة المجال لعودة المدنيين فيما بعد. حتى ذلك الحين لا نستطيع أن نتحدث عن مدينة محررة إن لم نتعامل مع هذه المعطيات وفق ما تتطلبه هذه المعطيات. نعم. تتوقعون الكثير فيما يتعلق بالمخلفات داعش التي طبعا ستعيق ربما الإعلان المباشر لحسم استعادة الرقة بالألغام على سبيل المثال، وما أبرز ما لفتك، يعني لا أعرف كسؤال كسوري أنه ما قبل وما بعد 3 سنوات هذه كيف وجدتم الرقة؟ نعم نعم نعم، ما يتعلق ب موضوع الألغام نعم. وموضوع المفخخات التي قد يستخدمها التنظيم الإرهابي، لدينا معلومات عن حتى سيارات مفخخة في بعض الأحيان مخبأة جاء البحث عنها. الألغام نحتاج إلى وحدات هندسية أكثر وإلى فرق متخصصة أكثر للتعامل مع هذه المعضلة الإنسانية. حقيقة تجربتنا في كوباني تتحدث عن مئات الضحايا فيما بعد مرحلة التحرير نتيجة الألغام التي كان يزرعها التنظيم الإرهابي، حتى في الأواني المنزلية
في أوف. أماكن لا يتوقعها الإنسان نتيجة هذا الخيال الإرهابي الواسع. لذلك نحتاج إلى الكثير من الدعم والمساعدة على في مجال البحث التخصصي في هذا الإطار. كسوري طبعا مدينة راقة، أنا هاي وهذه هذا إحساس شخصي، أنا كنت أخدم الخدمة العسكرية الإلزامية التي يسمونها في سوريا تجنيد إجباري في مدينة الراقة في الفرقة 17، وخرجت من مدينة الراقة عام 2010. الآن أعود إلى الراقة، والأسى والأسف على ما آلت إليه حال هذه المدينة. هي فعلا كانت دوحة من دوحة في سوريا، مدينة جميلة على شاطئ نهر الفرات. بالإضافة إلى ذلك، الأمر الآخر الأهم هو أنا ابن مدينة كوباني، وأنا أتذكر دوار النعيم والعرض العسكري الأول للتنظيم الإرهابي في هذا الدوار، ومنه انطلقت قربانهم إلى مدينتي ودمرت مدينتي على رؤوس ساكنيها، نزحوا أهلي وعشيرتي وأبناء مدينتي إلى ما خلف الحدود. أتذكر العديد والعشرات من أبناء قريتي أو أقربائي أو أبناء عائلتي الذين ضحوا بأنفسهم نعم للدفاع عن المدينة ولتوجيه رسالة إلى العالم بأنه يمكن الانتصار على الإرهاب. أكاد أقول أن تحرير مدينة الراقة هو استكمال لتحرير مدينة كوباني، نعم وهو استكمال للرسالة التي تم توجيهها حينها من كوباني بأن كوباني ستنتصر على الإرهاب. ها هي تنتصر الآن. أنا أشكرك جزيلا سيد مصطفى بالي مدير مركز إعلامي لقوات سوريا الديمقراطية على هذه المشاركة معنا.